الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، نحييكم بأجمل تحية، تحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم في هذا الصباح مع انطلاقات وتحديات سن اللقاية. مسافتنا هي 5 كيلومترات، نتابع من خلالها هذا التحدي المميز من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن مع منافسات السباق المحل 8. ينطلق على بركة الله الشوط 17 من مجموع أشواطنا في هذه الفترة الصباحية، لنتابع مسار آخر من مسارات وتحديات الأصايل. شوط يحمل لنا تحديات الأبكار، نتمنى التوفيق لكافة الأسماء المشاركة في هذا الشوط. نبدأ مشاهدينا الأعزاء مع المقدمة والصدارة لنتابع مقدمة الشوط. نتابع المركز الأول، أول الأسماء المتقدمة في هذا الشوط. هناك البداية والتحدي من شواهين على مقدمة الشوط، حمد بن صالح من حمد البريص المري من يقدم لنا شواهين على مقدمة الشوط. النقلة مع المركز الثاني تصل في هذه اللحظات، دروب لمحمد بن عبد الهادي بن ذرو البريدي يتقدم هنا بالتحدي الممتاز مع دروب، بينما في المركز الثالث الوصول يأتي في هذه اللحظات والتقدم في هذه اللحظات. لحظة بتصل المعلومة تحمل الرقم 38، بينما النقلة إلى المركز الرابع في رابع المراكز. أتابع التقدم في هذه اللحظات والوصول من الفيصلية لسعيد بن علي بن سعيد الحول المري على المركز الرابع وخامس. الأسماء اللي في المركز الخامس وصل الدنميت في هذه اللحظات، صالح بن علي بن جابر المطوع المري. هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة، الخمس المراكز المندفعة هنا والتي بدأت تأخذ بينها وبين بقية الأسماء مسافة منفردة في مقدمة هذا الشوط بهذا الأداء الممتاز. هناك خلف دائرة الندى أسماء قادمة وشعارات مندفعة ومشاركة في هذا الصباح. عودة إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى الصدارة، إلى البداية مع الفيصلية اللي في مقدمة هذا الشوط. العايدة ملكيته لسعيد بن علي بن سعيد الحول المري. من يقدم الفيصلية؟ من يقدم الفيصلية في هذا الشوط، في هذا الصباح، في هذه المنافسة مع 5 كيلومتر مع تحديات سن اللقاية؟ النقلة مع المركز الثاني لنتابع القدوم في هذه اللحظات. الوصول يأتي من دروب، دروب 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 التي هنا تنطلق على المركز الثاني. محمد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذرو البريدي من يقدم لنا تحدياته مع دروب على المركز الثاني، بينما ثالث المراكز المركز الثالث مشاهدين الكرام الواصلة في هذه اللحظات ديناميت خذت المركز الثالث وبدأت تتقدم في هذه اللحظات، صالح بن علي بن جابر آل مطوع المري. بينما نتابع المركز الرابع، يا سلام على الدخول في هذه اللحظات والاندفاع الممتاز من رموز 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 رموز، تصل في هذه اللحظات طاحوس بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري من يقدم شعاره مع رموز، وصلت في هذه اللحظات على المركز الخامس. تابعوا هذا التسلل من نوفا، نوفا تصل في هذه اللحظات. علي بن فهيدان بن علي آل فهيدان المري من يقدم نوضة، وبدأ الهجوم، بدأت الإثارة، بدأ التحدي، بدأت المنافسة، اقتربت الشعارات، اشتعلت نار المنافسة بين الجميع. لكن نعود إلى البداية، إلى مقدمة الشوط حيث تواجد رموز. رموز رموز في مقدمة الشوط، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الممتاز اللي تقدمه رموز مع 1200
200 متر النهائي من عمر هذا الشوط. ورموز على مقدمة التحدي طاحوس بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري من يهاجر إلى بر الأمان إلى الناموس والانتصار. بينما في المركز الثاني أتابع الفيصلية لسعيد بن علي بن سعيد الحول المري. وفي المركز الثالث وصلت الغشوم السالم بن عبد الله بن سعيد البخيت بدأ يقدم شعاره. وعلى المركز الرابع التقدم يأتي والتحدي من نوفا العلي بن فهيدان بن علي بن فهيدان المري. تحركت في هذه اللحظات نوفا. وعلى المركز الخامس وصلت الشاهينية محمد بن جاسم بن إبراهيم بن ماجد المالكي. هذه النتيجة للخمس المراكز. الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. العودة مع المقدمة الفيصلية. الفيصلية في صراع ثنائي ما بينها وما بين نوفا. من الرابح في هذا الشوط ومن المنتصر؟ نوفا. نوفا والفيصلية. نوفا والفيصلية. التحدي قائم هنا على أرضية الميدان. لكن هنا نتابع نتابع نوفا. نوفا نوفا مع الناموس مع الانتصار والفيصلية مع المركز الثاني. ولكن هناك أرصد وضوح وضحت وضوح مع الأمتار الذهبي محمد بن علي بن محمد بن نورة بن نورة بن نورة. يبغي طريق الناموس والانتصار مع وضوح. ولكن نوفا 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 وضوح نوفا وضوح. الله يا سلام. نوفا نوفا سلام نوفا سلام. تهانينا والناموس لعلي بن فهيدان بن علي آل فهيدان المري على فوز نوفا بالمركز الأول. بينما في ثاني المراكز وصلت وضوح محمد بن علي بن محمد بن نورة. وفي المركز الثالث المركز الثالث من وصلت خيره لهارون بن حزام بن عبد الله بن راشد بن انديله. وفي المركز الرابع وصول من الفيصليه لسعيد بن علي بن سعيد الحول المري. وخامس المراكز المركز الخامس وصلت الحذره علي بن عبد الله بن حمد الادهم. هذه النتيجه. التوقيت الزمني 7 دقائق وثلاثه او 52 ثانيه و13 جزء من الثانيه. هذا هو توقيت نوفا. تهانينا والناموس لعلي بن فهيدان بن علي الفهيدان المري على فوز نوفا في المركز الأول. وضوح من وصل الثاني في 7 دقائق 52 ثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدي الكرام لمحمد بن علي بن محمد بن علي بن نورة على فوز وضوح في المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصلت مشاهدينا الكرام أخيرة توقيتها 7 دقائق 53 ثانية 94 جزء من الثاني. تهانينا لهارون بن حزام بن عبد الله بن راشد آل انديلة. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا.